اشكر الله. مكبوس دياي. ايوه ايوه دجاج. آه. انت كنت المكون الاساسي تبعها رز دجاج بصل. الاكل الخليجي بتحسه متشابه لكن نكهات مختلفه مختلفه. فاليوم حبينا انه نعمل المكبوس الكويتي. طبعا هو من الكويت. هلا هون اول شيء رح نحضر للدجاج. طبعا هون حطيت كميه من الزيت النباتي. وهلا هون رح انزل البصل. هلا هون بدي احط الحب الهيل. وراح احط هون كمان الفلفل الاسود. يا عيني طبعاً يا عيني. البهارات بدنا اياها مع الدجاج انا بفضل انها تكون كلياتها بهارات صحيحه. ما نستخدم فيها الباودر. لانه احنا ايش اللي بدنا اياه؟ بدنا نحاول انه يضل عندنا مرق الدجاج شوي لونها فاتح. يعني هلا هون احنا بعد ما ناخذ نحمص شوي البهارات مع بعض بناخذ الدجاج وبنصفى على النار. وراح اضلني اقلب في الدجاج حتى ياخذ نكهه البصل وحتى ياخذ معي ثاني. هلا شو اللي بدنا نعمله؟ احنا هلا هون بدنا نقلب الدجاج حتى ياخذ اللون الذهبي. الفكره اعطيني الصوره كلها الفاضي اعطيني اياها. راح نضلنا نحمص البصل حتى ياخذ معي اللون الذهبي. هو عالي بس ايش انا قاعد يعني توابل مرق الدجاج حتى اعزز نكهه المرقه اللي راح اطبخ فيها الدجاج. هلا هون راح نحط الزبيب. هذا للحشو كله للحشو. نعم راح احط بس سمير راح احط معلقه السمنه. ايوه عشان نعطي النكهه الطيبه للحشو. نحط هون الملح. راح نحط الفلفل الاسود. راح احط كمان نتوفه ملح. وراح نحط كمان توابل مرق الدجاج بهار اللومي. طبعا بهار اللومي كيف بتعملوه؟ بتجيبوا حبه اللومي الموجوده عندكم وبتطحنوها بصير عندكم بهار اللومي. وهلا هون بحط الحمص وبقلبهم بتركهم تقريبا 3 دقائق يتسبكوا مع بعض. وبهيك عندي الحشو صار جاهز. مرق الدجاج اللي طبعا سخنته حتى افلفل فيه الارز. راح نحتاج معلقه كبيره من السمنه، شوي من الزيت النباتي. تمام. كميه بسيطه لانه مرق الدجاج يعني فيه زيت نباتي. وراح احط نفس البهارات. طبعا هون انا مرق الدجاج صفيته من البهارات الصحيحه اللي سلقت فيه. برجع هون بالطنجره بحط جديد للتعزيز. هذا للتعزيز. اغلبك طلعت الشخص. انا اسس شوف يا علا انا حاسس بعد فتره. ايوه سمير راح يطلع ببرنامج لحاله يطبخ ويقدم وينفخ كل شيء لحاله ما شاء الله عليه. هلا هون بقلبهم مع بعض حتى الرز عندي هيك شوي ياخذ النكهه كلهن. لا انت دير عبين ما انزل 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 يلا كمان جاهز. بس راح اورجيكم هون انا عامله منقوع الزعفران. يا عيني نقعته. طيب الدجاج بده يتحمر، الفرن ساخن وجاهز. يس هذا عن الدجاج هذا اللي سلقناه حطيناه بالصينيه. الكركم عشان اخذ اللون الذهبي الحلو. وراح احط شوي من الملح وبالزيت النباتي. الله لانه الدجاج شارب عندنا كل النكهات فهو ما بيحتاج انه بسم الله. طيب ايها السيدات والساده شف نضال يعطيك الف الف عافيه على اطباقك الرائعه. طبق الشاورما اليوم اللي سويته في يدرس بامانه. تسلم ايديك يا شيخ. يعطيك الف عافيه ابو يسلم ايدك. دائما العمده. شف علا طاشمان اهلا وسهلا. دائما لك نكهتك الخاصه. الله يسعدك يا رب. يعطيك الف عافيه سمير واكلتك الطيبه واكلتك الزاكيه.